الترجمة عالم واسع، من خلالها بنتعلم وبنعيش ثقافات ما كنا نعرف عنها. تخصص الترجمة تخصص كثير مهم ومطلوب في الحياة العملية بشكل كبير، بحيث بتقدر تشتغل فيه بأكبر شركات الترجمة سواء أونلاين أو أونسايت. سواء كنت محامي أو طالب ترجمة أو مهتم في الترجمة وحابب تدخل سوق العمل بقوة، هذا الفيديو إلك. في أكاديمية بيت الحكمة صممنا دبلوم معتمد في الترجمة، واللي رح نبدأ فيه مشوارنا بالترجمة العامة، واللي رح نغطي فيه مبادئ وتكنيكات الترجمة، الترجمة الصحفية والترجمة المالية وترجمة المنظمات الدولية، وبعد هيك رح ننتقل على الترجمة القانونية، ورح تنقسم عنا لقسمين. القسم الأول رح نحكي فيه عن مصطلحات خاصة بالترجمة القانونية واللي بتقوي عندك روح المحاماة والقانون، والقسم الثاني ترجمة العقود والمحاكم وقرارات مجلس الأمن، يعني راح تتعلم القانون الأردني باللغة الإنجليزية. بعد هيك راح نكمل مشوارنا بالترجمة الفورية واللي بتنقسم لنوعين، Consecutive Interpretation والSpontaneous Interpretation، وبعد ما نكمل في فترة تدريبية مكثفة مع تصحيح ومتابعة فردية وأكيد فيدباك. الحلو في البرنامج أنه معتمد من أكثر من جهة، وبعد ما تكمل الكورس راح تحصل على شهادة من أكاديمية بيت الحكمة زائد شهادة تدريب عملي زائد شهادة معتمدة بريطانية وشهادة وبطاقة عضوية موجود عليها اسمك وصورتك ونوع الترجمة اللي أنت بتترجم، وختم قانوني معتمد باسمك وكتاب التدريب الميداني لطلاب الترجمة.